ورجعنا لكم بعد الاستراحة ووصلنا للفقرة الطبية. طبعا أكتر حاجة كلنا بنحبها هي السكريات. يا سلام بقى مع حتة كيك الصبح مع كده مج الشاي بلبن، حتة بسبوسة كده في نص اليوم ترفع كده معانا السكريات، أو شوية حلويات، أو حتة جلاش حلوة كده مع فيلم السهرة. طبعا احنا بنستهلك سكر كتير جدا، بس هل يا ترى تأثير السكر ده على صحتنا ايه؟ واكيد على وزننا برضو، اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني، دكتور سالي فيكتور خبيرة التغذية العلاجية علاج سمنة ونحافة لدى شركة اون تارجت فارما. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي، منوراني. ربنا يخليكي، ده نورك. عاملة ايه؟ كله حلو. احنا النهاردة موضوع مهم جدا. ده حقيقي. انت عارفة السكريات دي بتبقى يعني حبيبتنا كلنا، وما بنقدرش تحسي الواحد كده ايه فقد طاقة فجأة، يهبط بالزبط. ويحس ان هو جاله هبوط وعايز حاجه عايز مسكره. عايز حاجه مسكره دلوقتي. صح كده؟ بالظبط. طيب احنا عايزين بقى نتكلم على فكره السكريات في حياتنا، التعامل معاها المفروض يبقى ازاي؟ هنعمل ايه؟ يعني دايما نقول ايه، مش بس على مرضى السكر، انا هدخل معاكي في السؤال ده، بس أيوه. احنا بنحتاج سكريات كتير ليه؟ ونتعامل معاها ازاي؟ وليه بنقول المرضى السكر تمنع السكر خالص؟ ليه ما بيتعاملوش زي اي انسان عادي نقول لهم ياخدوه بس بنسب معينه؟ يعني هنتكلم في ده بقى، قولي لنا بقى. السكر أوه. يعني احنا كلنا بنحب السكريات، بس احنا مش بنعرف يا ترى كمية السكريات اللي انا جسمي محتاجها في اليوم قد ايه. السكريات هي عبارة عن كربوهيدرات، وطبعا احنا عارفين ان الكربوهيدرات دي مصدر اساسي للطاقة في الجسم. تمام. بس الكربوهيدرات دي في منها انواع بتكون انواع بسيطة، وفي كربوهيدرات بتكون انواع معقدة او كومبليكيتد. انا جسمي محتاج طبعا النوعين لان دي مصدر الطاقة الاساسي في الجسم، بس هي فكرة ان السكريات ان هي كربوهيدرات بسيطة، فلما بتدخل جسمي هي طبعا بتديني طاقه فوريه، عشان كده انا بحس ان انا ما باكل حاجه مسكره انا رفعت معايا، او حسيت ان انا كنت فايقه يعني. لكن مشكله الكربوهيدرات ديت ان هي بتمتص بسرعه وبترفع هرمون الانسولين في الدم بسرعه، فبتتهضم بوقت يعني في وقت سريع، فانا بحس بعديها بفتره قليله جدا ان انا جعانه يعني تاني وعايزه سكريات تاني، فمش بحس مش بشبع على فتره طويله، وممكن اخد نسبه اعلى من السكريات او نسبه من الدهون دي زياده عن اللي جسمي محتاجها، فطبعا الجسم هيعمل ايه؟ هيروح يخزنها طبعا بقى في الجناب والبطن في الاماكن اللي هي فبعد فتره ممكن ابقى ماشي على دايت كويس جدا واحس ان انا بحرم نفسي وحاسس ان انا يعني باكل كويس، بس ممكن حاجه في اليوم بسيطه مثلا انا بوظتها، فاخدت زياده عن نسبه السعرات بتاعتي او زياده عن نسبه الكربوهيدرات او الدهون اللي جسمي محتاجها اللي مسموحه لي. اه بالظبط. فطبعا جسمي مش هيعمل اي حاجه غير ان هو يضطر ان هو يخزنها، فدي ده دي مشكلتنا مع السكريات، وخصوصا بالليل. وخصوصا بالليل ده مش والسهره او مش والسهره نار ابيض والسهره بالظبط، في شعور بقى بالكراميل وبالشوكولاته وحاجات شعور الحاجات الحلوه دي كلنا بنحبها يعني. طيب هنتكلم بقى على مريض السكر. مريض السكر دايما احنا بنقول ايه، مريض السكر غير اي حد، طبيعه يعني جسمه او طبيعه الوقت اللي هو بيبقى محتاج فيه السكريات، نقول ما نقدرش نديله السكر ده طول الوقت، او يعني مش المفترض ان هو ياخد حاجات مسكره طول الوقت. ايه يعني قولنا ايه الفرق، ايه السبب اللي بنخلينا نقول له دايما ابعد عن السكريات وفي وقت معين ممكن ياخد فيه السكريات؟ ببساطه جدا، انا شخص عادي ما عنديش سكر، ايه اللي بيحصل لما باكل؟ انا لما باكل وجبه فيها مثلا كربوهيدرات او سكريات او الكربوهيدرات البسيطه دي او السكريات لما بتدخل جوه جسمي بتمتص في الدم بعد ما طبعا ما بتتهضم في المعده وكده، واول ما بتوصل للدم ده بيحفز البنكرياس ان هو يفرز هرمون اسمه هرمون الانسولين. الهرمون ده هو اللي مسؤول ان هو يوصل السكريات اللي دخلت جسمي ديت للخلايا عشان تكتسب طاقه. تمام. انا بقى عندي مريض السكر، ايه مشكلته؟ دايما مشكلته في هرمون الانسولين ده. انا عندي نوعين من مرضى السكر، يا اما مرضى السكر من النوع الاول ومرضى السكر من النوع الثاني. مرضى السكر من النوع الاول دايما مشكلتهم في البنكرياس نفسه، ان البنكرياس مش بيفرز الانسولين او يعني في دايما مشكله في استجابه البنكرياس، عشان كده هم بياخدوا الانسولين خارجي، عشان كده بياخدوا بالظبط يعني دول لازم ياخدوا الانجكشن يعني او على حسب العلاج. لكن مرضى السكر من النوع الثاني مشكلتهم ان انا لما باكل كتير ولما بعكف الاكل على فترات ده طبعا بيأثر على جسمي، فده بيخلي ان هرمون الانسولين بعد فتره البنكرياس بيطلعه كل حاجه، بس الهرمون ده مش افكتيف بالشكل المناسب ان هو يوصل مش فعال بالظبط، مش فعال ان هو يوصل كل السكريات اللي دخلتها في جسمي للخلايا بالشكل المناسب. فده بيخلي ان انا عندي في الدم السكر عالي وهرمون الانسولين برده عالي، وان الخلايا مش ما فيهاش طاقه ولسه جعانه ومحتاجه طاقه، فبتبعت اشارات للمخ تقول لها انا لسه جعانه.
جعانه، فالناس تبقى حاسه طول الوقت انها جعانه بس، والجسم بيفضل يفرز هرمون الانسولين بشكل مستمر، لكن الانسولين ده مش افكتيف. فده طبعا على فتره طبعا بيتعب كل اعضاء الجسم، بيتعب البنكرياس، بيتعب الكلى، بيتعب العظم كمان، العظم والاعصاب. فطبعا احنا يعني مع مرضى السكر احنا بنكون دايما حريصين ان احنا نشوف يا ترى مرض السكر معاهم مثلا وصل لحد فين، ونتابع بقى معاهم يا ترى هما بياخدوا ادويه. انا لسه بقى هسالك يا دكتور، يعني انتوا ممكن يتصل بيكم مريض سكر ويقول لكم مثلا انا عايز اخس، هل حصل معاكم ده قبل كده مع مرضى سكر خس؟ ويا ترى ايه الطريقه اللي بتتعاملوا بيها مع مريض السكر في الحاله دي بقى لما بيجي يطلب الانسولين؟ ده حقيقي، يعني احنا طبعا احنا عارفين ان السمنه للاسف هي باب لكل المشاكل. فانا في مرضى السكر طبعا هم دايما كل الدكتورز بيطلبوا من مرضى السكر ان انتوا طبعا لازم تكونوا محافظين على وزنكم، ولازم تكونوا محافظين على صحتكم، ولازم تكونوا محافظين على مستوى السكر مظبوط في الدم. فاحنا لما بيتواصل معانا اي حد مريض سكر سواء من النوع الاول او من النوع الثاني، احنا طبعا بنتابع معاه تاريخ مرضه كله كويس. بنشوف يا ترى ايه الادويه اللي بياخدها، السكر ده يا ترى هو بسبب لخبطه في الاكل ولا بسبب ان هو وراثي مثلا في العيله عندهم، او ان هو جاله بدون اي يعني في مشاكل مثلا في البنكرياس حصلت فتسببت له ان يجيله مرض السكر مثلا. فايه طبعا ايه اسباب مرض السكر، وعلى اساسها بقى ان احنا بنحدد طبعا نظام الاكل اللي احنا هنمشي عليه. كويس. لان احنا اساسي طبعا اساسي جدا ان احنا نظبط اكلنا طبعا. احنا بالاضافه طبعا الكورسات اللي احنا بنساعدهم بيها، احنا طبعا لازم نظبط اكلنا، لازم نظبط مقدار السكر او الكربوهيدرات او الاكل اللي هو بياخده في اليوم. فانا بنعمل له نظام متوازن، نظام صحي متوازن هيحافظ على صحته ورشاقته، يبقى مش تعبان طول اليوم، وفي نفس الوقت انا بحافظ على مستوى السكر في الدم ان هو يكون ثابت ما يتاثرش، اشوف يعني بحيث ان هو برده ما يتعبش او يؤدي ان هو يرفع السكر او يرفع الانسولين في الدم. طبعا في ناس كتير من مرضى السكر بتعاني ان هي طول الوقت حاسس ان انا جعان، وحاسس ان انا هبطان، وحاسس ان انا يعني عندي خمول كده ومش قادر، هي بتبقى مفتوحه وهو عايز ياكل، وحتى بعد ما بياكل بيقول انا يعني باكل وبجوع بعدها على طول، او طول على مدار اليوم انا حاسس ان انا جعان طول الوقت. فان انا امشي بقى معاه يعني بنظام غذائي اقول له لو سمحت بقى احنا هنمنع الاكل في اوقات كذا، وهناكل كذا او مش هناكل كذا، هيقول لي انا مش هقدر استحمل، انا عايز اكل طول اليوم. صح. فاحنا طبعا في الحاله دي احنا بنساعدهم بكورسات مكثفه من الشركه عندنا. الكورسات دي يعني حسب طبعا حالته وعلى حسب نسبه المرض وعلى حسب حاجات طبعا كتير، احنا بنبقى واخدين منه الهيستوري كامل. واحنا كمان في معظم الحالات احنا بنساعدهم بالياف الانسيليوم. كويس. الياف الانسيليوم هي الياف طبيعيه 100%. الالياف دي بتتكون من بذور اسمها بذور السيليوم الشقراء. البذور دي احنا بنكون حاطينها بنسبه عاليه، وبنكون نسبه نقائتها كمان ممكن توصل ل 99%، لان احنا بنبقى ضامنين ان لازم يعني لازم يكون تدخل لجسمه حاجه طبيعيه 100%، ما تاثرش عليه، ما تاثرش على هرمون الانسولين في الدم، ما تاثرش على مستويات السكر في الدم. فهي حاجه طبيعيه خالص بس هتحسسه بالشبع. احنا بنستخدم الياف الانسيليوم او كورس الانسيليوم قبل وجبه الغداء، وقبل كمان وجبه العشاء طبعا على حسب النظام الغذائي. بس الوجبه يعني الوجبه دي بتكون اكتر وجبه احنا بناكل فيها، فاحنا دايما يعني بننصحهم رئيسيه بالنسبه لنا. بالظبط، بتكون اكتر يعني اكبر يعني وجبه أكبر بناخد كامل. فيها نسبه سعرات حراريه عاليه. بالظبط، بنفتح فيها قوي يعني. فاحنا بنساعدهم دايما بكورس الانسيليوم قبل وجبه الغداء، علشان هي هتحسسهم بالشبع قبل الوجبه دي، فانا اظبط سعرات الوجبه دي، وبحيث ان انا برده ما ارفعش هرمون الانسولين قوي في الدم، او اخلي مستويات السكر متظبطه في الدم. من الحاجات برضو اللي بيتميز بيها كورس الانسيليوم او الانسيليوم الياف الانسيليوم، ان انا بعد انا باخده مثلا قبل الوجبه بساعه. هي كويس. عباره عن ساشيتس بتتفضى على كوبايه ميه، كيس كده بنفتحه ونحطه في الميه، على كوبايه شرط ميه ساقعه او ولا مش شرط يا دكتور؟ لا لا عادي، اي ميه يعني، مش ميه مغليه. ممكن ما تشربش الميه ساقعه، تشرب ميه عاديه بدرجه حراره. بالظبط. لا لا، هي هو الموضوع يعني لطيف جدا، كانك بتشرب عصير طعمه حلو. فيعني مش دواء بقى، احنا مش بناخد دواء. هو ليه طعم، هو ليه تيست حلو، ليه تيست حلو، طعم اناناس، صح كده؟ بالظبط، تمام. فهو بيبقى عباره عن كيس بيتفضى على كوبايه ميه. كويس. وبعديها بشرب كوبايتين ميه تاني. تمام، لان الالياف دي بتمتص الميه، فبتنفش في المعده او بتعمل بالكينج في المعده. فده بيحسسني بالشبع.
كويس. ومن غير ما يأثر على مستويات السكر في الدم، من غير ما هيرفع معايا هرمون الانسولين، من غير ما يستفز البنكرياس ويفرز كميه عاليه من الانسولين. فده طبعا بيخلي ان انا احسس ان انا شبعان، بس في نفس الوقت انا سكري متظبط، فانا مش تعبان، مش حاسس بخمول، فالدنيا عندي كلها بتكون متظبطه. الانسيليوم كمان بيشرب وراه بقى كمان ميه، يعني هو كل ما يشرب ميه كل ما يبقى الموضوع افضل. هو طبعا الميه مفيده جدا للجسم. يعني انا طبعا في على مدار اليوم انا لازم اشرب على الاقل، على الاقل مش لازم اشرب 8 كوبايات، لا على الاقل اشرب 8 كوبايات ميه. اوكي. لكن بعد الانسيليوم احنا بنفضل ان احنا نشرب كوبايتين ميه علشان الالياف دي بتنفش. يعني نشرب الانسيليوم في الكوبايه الميه، وبعدين بعديها نشرب كمان كوبايتين ميه. كويس. الالياف اللي في الانسيليوم هتروح ممتصه الميه ديت، فهتكبر في الحجم، هتزيد حوالي 15 او 20 ضعفها. كويس. فهتعمل نفس فكره بالون المعده، او ان انا مليت معدتي بالظبط، انا كاني اكلت بقى اكله حلوه يعني. فهتنفش في معدتي وهتديه نفس احساس بالون المعده، فهبقى انا شبعان. فانا لما خلاص هاجي قبل وجبه الغداء، انا هاكل الوجبه بتاعتي اللي هي المفروض متظبطه في النظام الغذائي، انا خلاص خدت سعرات حراريه انا محتاجها في اليوم، مستوى الانسولين ومستوى السكر في الدم مظبوط، انا ما استفزتش الانسولين قوي، وممكن اخد ادويه السكر بتاعتي عادي خالص، سواء قبل الوجبه او بعد الوجبه، فهي مش بتعمل اي تفاعلات مع اي دواء لمرضى السكر. فهو طبعا الموضوع بيكون امن جدا. طب انا بقى بعد ما اكلت الوجبه بتاعتي ممكن بعد شويه اجوع؟ الحقيقه يعني مش هيجوع قوي، لان في من الحاجات اللي بتميز بيها الانسيليوم ان هو في ماده اسمها الميوسلج. الماده دي يعني لزجه شويه، فلما باكل الوجبه بتاعتي البالكنج اللي في المعده دوت هيبقى عامل زي تراب للاكل، او هيكون محوط الاكل، فده هيخلي الوجبه بتاعتي تمتص واحده واحده. فمستوى الانسولين معايا او مستوى السكر في الدم بيعلى برضو واحده واحده، فيخلي الانسولين يكون افكتيف على مقدار الاكل انا باكله. كويس. فهيخلي ان انا لفتره طويله جدا، حتى لو انا حاسس الوجبه اللي انا اكلتها مش كتير، مش يعني مش دي الوجبه اللي انا متعود عليها اصلا، دي وجبه منها صغيره وبحاجه صحيه وامنه، وهتدي جسمي كل العناصر الغذائيه اللي انا محتاجها. فده هيخليه على مدار طبعا فتره طويله يكون شبعان، وفي نفس الوقت انا مظبط مستويات السكر في الدم. فطبعا ده بيكون مناسب جدا مع مرضى السكر. هي طب احنا هناخد التليفون ده يا دكتور ونرجع نستكمل حديثنا. معانا ايمان من المنوفيه، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبتي اتفضلي. الحمد لله بخير، تسلمي لي. قولي لنا لو ليكي اي سؤال او اي استفسار يا ايمان قولي لنا. بصي، انا في الاول كنت خايفه ان انا اخد اي منتج اللي هو معلن عنه بصراحه، فلما لقيت الانسيليوم يعني بيتعلن عنه من ناس محترمين وبلوجر محترم وكده، فقلت ايه يعني ربنا يسهل، قلبي اطمن شويه وقلت اجرب وربنا يسهل يكون في خير. يعني لان انا مريضه غده، خمول غده، فكان وزني فجاه زايد، لاني انا كنت دايما ببقى مثلا 70، ولما يوم ما كنت بدخن قوي كان مثلا كنت ببقى 90 93 وارجع تاني انزل نفسي. أيوة. بعد الغدة لقيت نفسي وصلت مرة 103 106، فمش أنا كنت موجودة قدام مني حبيبتي. فلما طلبت بقى المنتج دكتورة نسمة، ربنا يبارك فيها بصراحة، يعني هي إنسانة محترمة تابعت معايا على طول، وتعتبر انها صديقه، ويعني ودايما بتتعامل معايا، حتى لو انا اتاخرت شويه عنها بلاها هي اتصلت عليا، انت يعني انت فين؟ بتتابع ايه الاخبار؟ بتتابع معايا بصراحه على طول، يعني مش مقصره معايا في حاجه. طب قدرتي تنزلي قد ايه بقى؟ قولي لي في الفتره اللي كانت مضايقاكي دي. انا كنت 106 في الفتره دي، دلوقتي انا حاليا 90. طب ما شاء الله، بس كويس. بس برضو خلي بالك انا برضو مش منتظمه قوي، يعني 90 دولت على العلاج بس. انا لو لان مريض الغده وخمول الغده بالذات، يعني في حالات غريبه بتجيله اللي هي الخنقه، الاحباط، الحاجات دي كلها، فانا لو متابعه صح فعلا يعني انا كان ممكن انزل اكتر من كده. حبيبتي الف سلام عليكي. معلش، واحده واحده عليا يعني. يا حبيبتي الف سلام عليكي، ان شاء الله توصلي، يعني انت هتكملي ان شاء الله عشان تثبتي. طالبه كورس وزمان هيجي لي كمان شويه باذن الله تاني. ان شاء الله على خير يا حبيبتي، بشكرك طبعا لمداخلتك. ليكي اي سؤال عايز تساليه دكتور سالي؟ يا ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا ليكي ولمداخلتك جدا حبيبه قلبي، التوفيق يا رب والف سلام عليكي في حفظ الله. طبعا دي حاجه جميله، يعني برضو مريض الغده من يعني الناس اللي بتبقى برضو بتتاذى قوي بموضوع السمنه ده، يعني بتضايقها اكتر، لان عندها حاجه مهمه
يا حبيبتي فقدت الشغل بتاعها بالشكل او الكفاءه بتاعتها بالشكل المطلوب منها. دايما بنتعامل مع البيشنت ان هم بيتواصلوا معانا ان هم يعني كل بيشنت بالنسبه لنا بيشنت سبيشال. انا هتابع معاكي في فتره، حتى لو انت يعني لخبطت شويه معلش مش هيحصل حاجه، هنرجع تاني ان احنا نكمل النظام بتاعنا مع الموقف اللي حصل لها او مع الحاله النفسيه اللي هي فيها. فاحنا بنتعامل دايما مع البيشنت، كل حاجه كل حاله ليها نظام غذائي معين، ليها متابعه خاصه بيها. فاحنا مش بس بنبيع لهم كورس علشان يساعدهم، يعني الكورس انتوا عايزين تتابعوا تشوفوا الكورس ده حقق معاهم نجاح قد ايه. احنا كمان حتى يعني طبعا احنا بنشوف يعني مقدار الكورس حقق معاهم نجاح قد ايه، احنا كمان بنبقى مبسوطين وحاسين بتفاؤل وامل لما نلاقي ناس كتير خست وبتكلمنا بتشكرنا وبتكلمنا تقول لنا انا بقيت كسبت صحتي وكسبت وزني. انت عارفه ليه يا دكتور سالي؟ لانه في ناس كتير انا منهم، الواحد بيخاف ياخد اي حاجه. ده حقيقي، ومش اي منتج ممكن تديهوني انا اخده. وفي ناس بالزبط. ما عندهاش فكره حتى انها تنزل تروح للدكاتره زيارات متكرره، ما بيبقاش لا في وقت، وممكن يكون الحاله الماديه ما تسمحش ان انا اروح زيارات متكرره كتير. فخلينا نراعي يعني نوعيه من الناس او فئه ممكن تكون كبيره، شريحه كبيره ممكن تكون بتفكر بنفس التفكير. كمان فكره الاونلاين وان انا اتابع على الواتساب دي حاجه حلوه جدا على فكره، اكيد طبعا، وبتسهل علينا امور كتير. بسال اللي انا عايزاه وبيجي لي الرد، دي حاجه حلوه جدا. احنا طبعا لما بنتعامل مع الناس، احنا دخلنا بيوت كتير جدا وشفنا حالات كتير جدا. احنا كل حاله لما بنتعامل معاها وبعد ما بتوصل وزن مثالي او بعد ما تخس وبتكلمنا تقول لنا انا مبسوطه، انا خسيت، انا كسبت صحتي، انا كان عندي مشاكل وما كنتش بعرف اخس ابدا. في ناس كانت بتدخل الدايت علشان تتخانق، انا داخله معركه، انا داخله هحرم نفسي من الاكل وهحرم نفسي من نتيجة. الحياه على الرغم ان ده ساعات ما بيبقاش افكتيف مع ناس كتير قوي. ده حقيقي، الحرمان ما بيجيبش نتيجه كويسه في الدايت. بالظبط. انا طبعا بشكرك، بس خليني هسالك اخر حاجه، في بدائل للسكر ممكن نستخدمها امنه كده تقولي لنا عليها، تبقى يعني حاجه جميله منك؟ احنا طبعا يعني مشكلتنا في السكر ان احنا معظم المشروبات حتى السخنه او البارده اللي احنا بناخدها في اليوم بنحب انها تكون مسكره. يعني سكر الدايت ده، هديكي سؤالي يا دكتور، سكر الدايت ده امن لما استعمله على مدار اوقات طويله على لونج راند مثلا، ولا لا؟ انا دايما اقول، انا ده وجهه نظري، ما اعرفش انتوا هتقولوا ايه، انه دايما التنوع في مصادر السكر مهم. اكيد ما امشيش على سورس واحد اخد منه واسيب الباقي. بالظبط، مهم قوي انوع. والفاكهه اللي بيبقى فيها نسبه سكريات انا ما ينفعش ان انا احط معاها سكر. فقولي لنا بقى انت يعني وجهه نظركم انتوا بقى كدكاتره، قولي لي. هو احنا دايما في نظام الدايت مش بنقول للناس امنعوا نفسكم من السكر، يعني احنا ناخد السكر من مصادر امنه او مصادر، زي ما هتديني برضو طعم مسكر او سكريات هتديني برضو عناصر غذائيه مفيده للجسم. زي مثلا الفواكه. كويس. الفواكه فيها نسبه سكر. فعشان كده بقول للناس الفاكهه حلوه ومسكره، ممكن نخليها مثلا كسناك في اليوم يكون مسكر، وتبقى هي كفيله معنا. كافيه من غير سكر، وهي فيها سكر. ايوه مظبوط. كمان في بدائل تانية للسكر، زي مثلا احنا بنستخدم السكر الدايت. انا عارفه ان في كلام كتير عن السكر طب الدايت. طب قولي لنا الافاده بقى عشان نلحق بقى نعرض الارقام والصفحات بتاعتنا عشان اناسيلي من اصدقائنا اللي عايزين يتواصلوا. احنا مع مرضى السكر احنا دايما بنكون عاوز ان احنا نقدم سكر اورجانيك 100%. كويس. مش هيأثر على مستويات السكر في الدم. أيوة. تكون كل مكوناته اورجانيك وطبيعيه. طبيعيه من مصدر طبيعي. وهي كمان مش لو انا استخدمته على مدى يعني طويله، احنا طبعا عارفين ان مرضى السكر ده مرض مزمن غصب عنهم. غصب عنهم طبعا بيكون مرض مزمن وبيستمر معانا يعني بقيت عمرنا للاسف، يعني ربنا يعافي كل الناس. امين يا رب. فاحنا في سكر سيسل، السكر اللي احنا يعني في الشركه عندنا، احنا بنضمن السكر ده اورجانيك 100%. هو في محل اسمه ساكرالوز. كويس. ومحل اسمه ديكستروز. دول طبيعيين امينين 100%، وطبعا هيحل معانا السكريات وهيحل معانا المشروبات. حتى انا عايز عصير او حاجه ممكن استخدم معاه السكر او مع المشروبات السخنه، مش هيغير طعمها ابدا. هيديني يعني هنشوف بقى شكل الحاجات معانا. سكر سيسل. اوكي. هو الكيس هو صغنن يعني صغير، بس هو بيديني تحليه كام معلقه؟ معلقتين سكر. كويس قوي. فلو مش بحب الحاجه برده مسكره قوي نحط نص الكيس. كويس جدا. بالنسبه بقى للاناسيليوم، دي ده شكل العلبه، دي العلبه الكبيره فيها 30 ساشت، كل ساشت 6 جرام من الالياف. كويس قوي. هيساعدني ان انا يعني كوبايه ميه وبعديها كوبايتين ميه، هيساعدني ان انا يعني اوصل لمرحله من الشبع، يعني ممكن توصل كمان لست ساعات ما شاء الله. فيعني هو حقيقي. طب طرق التواصل يا دكتور؟
احنا طبعا سنه جدع احنا طبعا يعني الارقام اللي موجوده على الشاشه احنا بنتواصل معاهم على طول. الصفحه في تواصل اهو لصفحه الفيسبوك, صفحه الفيسبوك صفحه تارجت فارما, ودي الارقام وصفحه كمان دكتوره نهال حافظ هتنزل دلوقتي معانا. يبقى احنا عندنا صفحتين للفيسبوك, اول صفحه صفحه الشركه اون تارجت فارما, والصفحه الثانيه دكتور نهال حافظ نهال حافظ. وبرده موجودين على الانستجرام بلاتفورم ثاني, صفحه برده اون تارجت فارما على الانستجرام للشباب بقى تين ايجرز والناس اللي عايزه تلعب بقى في الجيم وتروق حالها. تمام, يعني انتوا سايبين الحمد لله ثغرات. طيب حلو قوي, دي صفحه الانستجرام حلو قوي. طبعا يعني الموضوع ده جميل, انا عاجبني موضوع النهارده عشان مرضى السكر, عشان اصدقائنا كلهم اللي سالوا ميرسي, انه طبعا في شركات محترمه بتقدم برودكتس طبيعيه من مصادر طبيعيه, وده الاهم يا جماعه. احنا في ناس كتير مننا بتخاف تاخد اي حاجه, فان شاء الله تبقى يعني يجربوا النتائج الاناسيليوم وتقولوا لنا وتتابعوا معانا. طبعا اسمحوا لي في النهاية أشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني النهاردة دكتور سالي فيكتور, وأقول لك نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليكي. وإن شاء الله لقاءات تانية دكتور وموضوعات تانية بإذن الله تهم أصدقائنا. أكيد. وطبعا بشكر حضراتكم لحسن المتابعة من خلال شاشة قناة الأهلي, تحية وحب وتقدير لحضراتكم, وأتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة, وسلام عليكم.